نادي ربك قل يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا يونس في بطن الحوت في أمل بالنجاة، يعني إذا واحد وعد بطن حوت كان راكب سفينة وغرق فيها أجا حوت، حوت الأزرق هذا لقمة واحدة حطه في أمل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اقرأوا القرآن يا أخوان، كلام الله هذا. هل هناك مصيبة أشد من أن تجد نفسك فجأة في بطن الحوت في الليل في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت؟ نادي ربك قل يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله في أخ صار معه ورم خبيث ودعا الله عز وجل دعاء من أعماق قلبه وتصدق بكل ما يملك، وبعد 4 أشهر ذهب إلى بلد غربي ليجري عملية ميؤوس من نجاحه، فمعه التقارير معه الصور، فحصوا فكان كلام الطبيب أن هذه الصور ليست لهذا الإنسان. أبشي قصة واقعية، قال لهم الطبيب في بريطانيا هذه الصور وهذه التحاليل ليست لهذا الإنسان، هي له. بس أنت عم تنادي خالق الكون،